احنا كان معانا سؤال في السوشيال ميديا في بداية الحلقة، وكنا بنقول للجمهور العريض الاهلي وجه رسالة للفريق طبعا قبل ماتش بكرة وهو في المونديال. فبعض الناس والمشاهدين بيبعتوا، ده جزء برضو عايز اذكر حضراتكم، ده جزء من اللي اتبعت عشان نقدر بس ان احنا نقراه. نبدأ البداية مع يا رب سترك ورضاك اسم الله صاحب الاكاونت او الاكاونت، يعني بيقول اشكرك على الكلام الجميل، وبيقول ربنا معاك يا اهلي وان شاء الله تكسب وتفرح قلبنا دايما، اعظم نادي في الكون. ومجدي عبد الله بيقول كل التوفيق والدعم لاعظم نادي في الكون، عندنا امل كبير كبير في لاعبتنا، والاهلي دايما معودنا ان مفيش صعب ولا مستحيل. شوف برضو من بعض الرسائل، كابتن عادل معانا، اسلام لوما بيقول ان شاء الله تشرفونا وتشرفوا الاهلي وتشرفوا مصر كلها، انتوا قادرين على ان انتوا تصنعوا تاريخ وتفرحونا بالاداء العالي والمكسب ان شاء الله، 11 راجل في الملعب قادرين على المكسب، والاهلي حكايه حياه. شوف ده اصلا اسمه كده، صباح الورد والجمال على اجمل ابتسامه من كريمه ونهاوند، شكرا لحضرتك. اللهم بحق من له ملك السماوات والارض وهو على كل شيء قدير ينصر الاهلي على الضحيل والبايرن. الجمال فؤاد احمد بيقول بالتوفيق والنجاح يا اهلي، وطول عمرك صاحب الانجازات الكبيره، لابد ان نحافظ على ترتيبنا بين فرق وصفوه العالم، احنا خدنا مركز ثالث ورابع في البطوله دي، وهذا الجيل الحالي يستطيع عمل ما فعله الجيل السابق، وبجداره ان شاء الله كلنا معاكم وتحيا مصر. وائل بيقول عندنا ثقه في الله وفيكم يا رجاله، الفوز ان شاء الله. يحيى، فوز الاهلي ان شاء الله باي نتيجه، وانا متفائل خير للاهلي. أحمد الريان، احتفلوا ببطولة غابت عننا لمدة 7 سنين، عيشوا الواقع، أنت ليس في حلم، قدموا نفسكم لعالم نحن نثق فيكم. حلوة حلوة الرسالة دي على فكرة. أحمد يوسف، إن شاء الله نفوز والتوفيق يكون حليفنا، المهم نلعب بروح الأهلي وإحنا رايحين أبطال أفريقيا وهنرجع أبطال أفريقيا. أبو وعد بيقول ربنا معاكم يا أبطال وإن شاء الله نحقق الحلم وتفرحوا جمهور الأهلي. السيد البنا بيقول كونوا على قدر المسؤوليه، نثق بكم جميعا وان شاء الله نوصل مكان بعيد في البطوله معاك يا اهلي. محمد محيي، نثق فيكم يا ابطال، كونوا على قدر المسؤوليه كما عهدناكم دائما، وكلنا معاكم وبنشجعكم والفوز لينا ان شاء الله. محمود المكاوي، اللعيبه كلها رجاله، وزي ما فرحتونا ان شاء الله بالاميره التاسعه هتشرفونا في المونديال، ودايما رافعين اسم مصر فوق. عايز اقول لكم ان يعني انا فرحانه ان الناس بتبعتوا، لاني متاكده كمان ان كل الرسائل دي هتوصل، حتى لو مش لايف هتوصل بعد كده على السوشيال ميديا لكل اللعيبه، لان هم كلهم عاملين فولو لقناه الاهلي، فهو كده كده رسائل حضراتكم ان شاء الله توصل لهم. في البدايه احمد السيد بيقول شكرا لعيبه الاهلي، منتظرين منكم المزيد باذن الله. مروه محمد، ربنا معاكم وبالتوفيق وان شاء الله نحقق الفوز على الضحيل بنتيجه كويسه باذن الله. خالد ابو جنات بيصبح علينا وبيقول ان شاء الله لعيبه الاهلي يشرفونا ويقابلوا البايرن باذن الله. ومحمد المغربي بيقول ان شاء الله ربنا معانا وهنقدر نفوز على الضحيل، وكمان تعملوا مباراه يشهد لها العالم كله امام البايرن، عندنا ثقه فيكم يا رجاله. مصطفى السيد، على عهد يا رجاله زي افريقيا خليكم فاكرين. معاذ محمد، مستنيين اداء مشرف من كل لعيبه الاهلي، ان شاء الله نتخطى الضحيل. احمد خلف، لن ان شاء الله ربنا معاكم، العبوا لعب جماعي وبروح الفانيلا الحمراء. ومصطفى كرم، ان شاء الله ربنا معاكم يا رجاله، مباراه صعبه ولكن قادرين على تخطي هذه المباراه. صبري صبيح، ان شاء الله نتمنى التوفيق والفوز والمحافظه على انفسهم، لان هم اهم حاجه عند كل الاهلاويه، ويا رب يرجعوا بالسلامه، واحنا كاهلاويه عندنا الثقه الكامله بتاع لعبتنا والدعم الكامل لوالتر بواليا، وان شاء الله ربنا يكون معاه في مباريات كاس العالم للانديه وتكون فتح الخير عليه وعلى الاهلي. واخيرا وليس اخيرا، كيمو الاهلاوي بيقول اهم حاجه التركيز، والعبوا من اجل اسعاد الجماهير العظيمه، فالاهلي كيان يناديكم لتكتبوا تاريخ حافل لكم ولناديكم.